فين ما كان جي الاكسيون كنبغي نصوره وما كنلقاهش البنات. هذا المصلوح كيطير البنات في اكسيون، ولكن راه شي حاجه زوينه كيجي اختي بورطاتيل يعني كيتشارجا، ومن بعد اختي كتهزيه وكتمشي فين ما بغيتي تحدي حويجاتك. عرفتي حتى الشكل ديالو كيجي غزال ومجهد يا البنات، راه فيه 2600 فولت. 2600 اختي لاول مره يا البنات كنلقاهم. الكولونات اختي ديال بريمارك ها هما البنات كيجيو هكا فيهم هاد الفورير هذا من الداخل كيجيو سخيخنين، لقيتهم البنات اليوم في اكسيون وبثمن رخيص. بريمارك اختي دايرين 8.99 اورو، وفي اكسيون دايرين 5.99 اورو. ولقيت اختي حتى الكولونات ديال زارا، ها انتم يا البنات الكولونات ديال زارا اليوم في اكسيون غير ب 5.99 اورو. اللي خاصها اختي شي مقله ديال البغرير ولا اختي شي مقله ديال الكخيف، ها هما البنات بحال جايبين السلعه حاطينهم يا البنات شي حاجه واعره لا مارك ديال طيفال. لاول مره البنات كنلقاهم في اكسيو هاد البلاطويات هادو اختي ديال الفران، فيهم اختي من الكبير حتى الصغير، وكاين اختي هذا المستطيل، وكاين اختي فيهم حتى الدائره، وكاين هذا الموديل الصغير الا بغيتي اختي ديري هكا لازان كل واحد وديري ليه البلاطو ديالو. والله الا ماشي لاول مره كنلقاهم محطوطين ما شاء الله كنتي كثيره. لقيت المخاطفه عليهم يا البنات اليوم في اكسيون. البنات هاد لونسومبل هذا كيجي تريكو بالسروال ديالو، كاين فيها اختي الابيض وفيها النوار، قال لك كيلبسوهم لوليداتهم في البرد، كيلبسوهم لهم تحت الحوايج تحت الجينات، قال لك ما كيحسوش بالبرد كيسخنوهم. شي حاجه واعره يا البنات اللي غادي تنفعكم في هاد الوقيته. عجبوني البنات هاد السريولات هادو اول مره كنلقاهم في اكسيون. عرفتي كيجيو بحال الشكل ديال الكشمير سخيخنين وفيهم ثلاثه ديال اللوينات. دائما كناخذهم من اكسيون، شي حاجه واعره يا البنات والله العظيم. الا عندي اكثر من عام ونص هذا صبا ورد ديما اختي كنلبسهم تحت الحوايج تحت البيجاما في الدار نكون خارجه، زوينين اختي وسخيخنين صبا ورد ديال البنات والله الا شحال هذا هما عندي وفيهم جوج ديال اللوينات. صدماتني البنات الكاليتي ديال هاد البيجامات هادو اللي لقيتهم جايبين في اكسيون، شي حاجه ديال المبره ديال البنيتات ديال ميمي، كاين اختي ديال البنيتات وكاين حتى ديال الوليدات. عرفتي واحد الكاليتي غزاله اخواتي، والثمن ديالهم ما غاليش. شوفوا لي البنات راه غير 7.49 اورو للبيجامه. بغيتي الريحه ديالك تبقى غزاله شري لي هاد كريستينا، هادي اختي كدوشي وكترشيها على اللحم ديالك وكتلبسي حويجاتك. والله هي البنات الا كتبقى فيك واحد الريحه غزاله ما شاء الله كيحطوهم هنا في اكسيون وكيطيروا يا البنات. حاطين اخواتي هاد المجورات وكيجيو كبار ما شاء الله، فيهم ثلاثه اختي ديال المجوره وفيهم البنات حتى الروايد ديالهم. شي حاجه زوينه كيليقوا اختي هكا تخزني فيهم اي حاجه، زوينين هادو البنات راه حاطينهم في اكسيون. السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم، كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير بالف صحه وبالف عافيه. خصكم بشرى جات اليوم الاكسيو نديروا واحد الجوله، يلا خليكم معايا نبداو على بركه الله الجوله ديالنا اخواتي. والله ولات خصكم بشرى غير كتدخل الاكسيو اول حاجه كتسبقها وهي بلاصه العذور، لان هاد الايام كيجيبوا ما شاء الله بزاف بزاف اخواتي ديال الجديد. شوفوا لي شوفوا لي البنات الروايح ديال لهبال، كاين هذا الموديل هذا اخواتي اللي زوين هذا راه فيه جوج ديال اللوينات. مع دابا البنات قرب راس العام راه كيجيبوا بزاف ديال لي كوفر هكا يعني روايح زوينين. اللي باغي يشري كادويات اخواتي راه والله الا هذه هي الوقيته، بزاف ديال الموديلات جداد. كاين هاد الريحه هذه البنات اللي كاينه بالغوز وكاينه بهذا الزريرق هذا، الثمن ديالها 4.79 اورو. خصكم بجرة جات اليوم سبيسيال مول اكسيون. والله البنات الا جيت كنجري على واحد الحاجه خاصاني غير خليكم معايا ان شاء الله نبارطاجيها معاكم. وحطي البنات هاد لي كوفر هادو واش هذا ما شاء الله راه فيه ثلاثه ديال لي بياس والثمن ديالو البنات غير 4.59 اورو. كتجي فيها الكريم والجيل والبونجا البنات. شو كاين هاد الرويحه هادو هاد العطور اللي كيجي اختي على شكل صويك البنات، الثمن ديالها اختي 4.99 اورو. بارطاجي معكم هكا غير تعرفوا شنو كاين. كاين هاد لي كوفر هادو البنات حتى هما زوينين ماشي بزاف هادو باش جابوهم، كتجي اختي فيها الريحه والكريم وهاد الريحه ديال الساك اللي الثمن ديالها 4.99 اورو. كاين البنات هاد الموديلات هادو راه ديجا سبق ليا بارطاجيتها معكم وخديتها يا البنات، ريحتها واعره والله يا البنات الا كتبقى من الروايح الغزالين هنا في اكسيو اللي اختي الثمن ديالها غير 2.95 اورو. البنات الريحه الغوز ديالها ما كنلقاهاش، جيت ديك المره ورجعت اليوم ثاني يا البنات ما لقيتهاش كطير. كاين هاد الموديلات هادو اللي كيبقاو حتى هما زوينين، هادو الثمن ديالهم اختي نافوغو 95 ولكن ريحتهم غزاله يا الاخوات. كاين فيهم هاد الموديل هما كيحطوا لك اختي التيستور ديالهم
يعني انت يا اختي قلبي فهمتوا، شمي عجباتك ما عجباتكش، ولكن كيبقاو ريحه زوينين. وخصوصا ان انا بكل صراحه هاد الموديلات هادو انا كيعجبوني اللميمات، عاودوا لبغي تاخدي ريحه الوالده ديالك اللميمه ديالك لعدوستك خذي لها هاد الموديلات هادو. والله الاخوات اللي الثمن ديالهم راه غاليين زعما، راه ماشي رخاص، الاخرين راه غير رخاص، هادو راه غاليين ولكن شي حاجه زوينه البنات. حاطين هاد شاغلي هادي اللي هادي كتبقى يعني ماشي من الجديد ولكن كتبقى ريحه زوينه، الثمن ديالها اختي 4.79 €. بغيت نبارطاجي معكم حتى واحد الريحه خديتها ما لقيتهاش البنات، ريحتها زوينه ما لقيتهاش اخواتي، دوماج اختي راه الروائح كيطيروا. وكاينه هاد كريستينا هذه اللي كنت بارطاجيتها معكم، هذه هي اللي كنستعمل والله يا الاخوات الا هذه هي اللي كنستعمل. ها هما البنات راه باقيين محطوطين ما شاء الله. شوف البنات كاينه كاين هذه راه من الجديد، راه كنت بارطاجيتها معكم اخر مره، وهاد الفيولي ديالها شوف البنات بقات وحده لا ما باقينش جات، عرفتي هذه هي البنات والريحه ديالها خطيره والله البنات. ما عرفتوش جربتوها ولا لا، ولكن هذه غادي تجربوها غادي ترحموا لي الوالدين عليها. عرفتي الريحه ديالها غزاله كتبقى لك في اللحم ديالك، غير دوشي هكا اختي وفاش سالي تدوش تنفش تنشفي ارشي عليك هاد البغيم هادي على اللحم ديالك اختي ولبسي حويجاتك كتبقى الريحه ديالك زوينه. اللي الثمن ديالهم لا ها هو الثمن ديالهم 6.95 €. شوفوا لي اختي الجديد ديال اكسيو راه اختي ما كيخليش العقل، هانتوما جايبين لكم هادو البنات والله الا خديتها زوينه فاسيل، كتجي البنات هكا طويل وكتجي مفتوحه من هنا فهمتوا، كديروا داك القطن ديالكم البنات باش هذا باش كتنيطويو الماكياج ديالكم فهمتوا البنات، كتخشيوها كلها هنايا هذه ديال القطن كتخشيها هنا وكتبقاي تهزي بواحد بواحد، كتجي فاسيل البنات زوينه والله الا خديتها وما ندمتش عليها. وجايبين هادو غادي ناخذها ان شاء الله، هذه البنات ديال الكوطون ديال الودنين وكتجيني حتى معها اونصوم بالبنات شتو، هنا ديري هادوك ديال القطن وهنا اختي ديري هاد لي كوطون ديال الودنين وشوف الناس كيعطيو ديكور زوين. هادي اختي كتحلي هنا هاد القفاله وكديري لي كوطون وكيبداو يخرجوا لك من هنا البنات، كتبقاي تهزي وقد ما انت كتهزي هما كيهبطوا فهمتوا البنات. زوين اختي الثمن ديالها 1.79 €. وهادي ديال هادي ديال سميتو القطن اختي دايره الثمن ديالها 1.99 €. ونكمل لكم اختي الانصومبل، جايبين هادي ديال المجوره اللي زوينه البنات عجباتني، كتجي اختي فيها كمجوره ديري فيها ماكياج تقدري اكثر هي تستعمليها الاكسسوارات اختي ديالك ديري فيها فهمتوا البنات، الاكسسوارات ديالك اللي الثمن ديالها اختي 6.95 € البنات راه جايبين الهبال مدخلين ما شاء الله بزاف ديال الجديد، ما يمكنش اختي ما تاخذيهاش، ضروري تمشي لاكسيو وتاخذيها، هذه اللي غادي تنفعك لا انت ولا وليداتك في هذا البرد هذا. اخر مره صورت لكم ما كنتش لقيتها البنات، كنت تلقاها غير ديال الودنين، هذه اختي ديال النيف كطير، هذه البنات راه غير الماء ديال البحر ماشي شي حاجه. هذه اختي دابا البرد جاي كيضربك البرد، كيضرب وليداتك البرد، كيتخنقوا من النيوف ما كيقدوش يتنفسوا، هذه اختي واحد السبراي اللي كترشيها على النيف والوليدات كيتنفسوا ولا الكبار ولا الصغار، هذه زوينه البنات راه من هنا لقدام ما غاديش تبقاو تلقاوها، اللي الثمن ديالها غير 1.99 €. وكاينه هذه البنات هاد السبراي هادي كنيطويو بها الودنين، واحد السبراي اللي كدير اختي في الودن ديالك وكتنيطوي لك الودن، كتستعملي اختي للكبار والصغار، هذه اختي الثمن ديالها 3.39 €، ولكن البنات هذه راه كطير والله البنات شوفها، هذه باقي فيها ما شاء الله وهذه راه كطير اخواتي. ولا بات العجيبه يا البنات اللي ما شاء الله، شوف شحال ديال الكونديتي لقيت محطوطه اليوم، عرفتي البنات راه كيحطوها كطير، هذه البنات شي حاجه زوينه اللي ما يمكنش اختي ما تكونش عندك في الدار، الا باقي اختي ما شريتيهاش غير نوضي طيري سيري الاكسيو خوديها شي حاجه واعره، هذه اختي كتلق لك الحكه اللماع الحكه الفران حتى من لي باسكيت يا البنات، اي حاجه اي حاجه اختي ما يمكنش هذه ما تكونش عندك في الدار. اللي اختي الثمن ديالها 2.95 € دايره في امازون البنات 12 €، والله يا البنات الا 12 €. وكاين هذا البرودوي هذا البنات هذا ديال مولتي اوساج هذا اختي، شوف البنات وراه فيغان شي حاجه طبيعيه ما عندك مناش تخافي، هذا اختي كتنقي به الدار كامله، كاين داك البيض هذاك سبيسيال ديال الدوش هذا البنات مولتي اوساج، هذا اختي كديري به اي حاجه، بغيتي تنيطوي الكوزينه بغيتي تنيطوي الدوش بغيتي تنيطوي اي حاجه البنات هذه كينيطويها لك، والله يا البنات الا شي حاجه زوينه اللي اختي الثمن ديالو راه ما غالي 2.29 €. حاطين البنات شوفوا لي الكاليتي ديال هاد البيجامات البنات اللي حاطين هنا في اكسيو، عرفتي واحد الكاليتي غزاله بيجامه ديال البنيتات وديال الوليدات، عجبتني البنات الكاليتي ديالهم الثمن ديالهم اختي بيجامه هي 7.49 €. شوفوا لي هادو ديال الوليدات، شوفوا يا البنات الكاليتي ديال البيجامه كي دايره واعره واعره يا الاخوات، والله تصدمت في الكاليتي ديالهم فنين، هكا بيجامات ديال الوليدات اختي اللي باغا بيجامه هكا في هاد البرد هذا ديال الوليدات شي حاجه غزاله يا البنات، وراه
الثمن ديالهم مناسب، 7 أورو 49 البيجامه. والله اختي لا شي حاجه غزاله. شوف كاين حتى هذا الموديل هذا، لقيتهم البنات محلولين، راه ماشي انا اللي حليتهم، انتم كتشوفوا بعينيكم، ما كنبغيش البنات نخسر ليهم. شوف البنات الموديل، كاين هذا الموديل هذا ديال ميمي، لقيته محلول، ها هو الفوقاني ديالو، ما عرفتش شكون اللي جبدهم الاخوات. شوف بغيتكم غير تشوفوا الكاليتي كي دايره، فنه يا البنات البيجامه، غزاله وفيهم لي طاي، و7 اورو 49 يعني ثمن مناسب. لقيتهم جايبين البنات حتى هاد البيجامات هادو ديال لي فام، راه داير لهم غير 99. كيجي السروال هابط، شوف البنات باردون، يعني التريكو الفوقاني هابط زويوني يا البنات. هاد الموديلات هادو شفتو الستيل، كاين هاد الموديل هذا وكاين هاد الموديل هذا وكاين ختي هادو كيجيو قصار وثمنهم راه ما غاليش، غير 99. كاينين هادو سريولات كيجيو سخيخنين، هادو البنات اول مره كنلقاهم، كيجيو بحال الشكل هكا سخيخنين ديال الكشمير، فنيونين يا البنات. هادو كاين هاد الستيل هذا، كاين ختي في الكرونه، وكاين البنات حتى في هاد الخضيضر هذا كيجي خزي سخيخنين، اللي ختي الثمن ديالهم 5 أورو 99، فيهم البنات من الاس حتى الاكس ان، زوينين. كاين حتى هاد الموديل هذا في السريولات كيجي على هاد الشكل هذا اخواتي، شفتوا ها هو البنات محلول، نوريه لكم. شوف البنات الكاليتي ديالو كي تجي، تيجي طايح. شوف البنات الستيل ديالو زوينين. اختي هذا الثمن ديالو 6 أورو 99. كاين اختي فيه هذا اللون هذا، كاين البنات الكريفونسي، وكاين فيه حتى الغوز بابي، شو زوينين. ها وكاينين هاد الدونيات هادو البنات اللي راهم ديما اختي كاينين في اكسيون، والله البنات الا هو اللي لابسه دابا انا حاليا وكنلبسهم ضروري اختي، ما لبس انا دوني لا في الدار لا في الخروج لا هكا تحت الحوايج كيعجبني، وكناخذهم من اكسيون البنات. والله العظيم الا عندي اكثر من عام هذا صبا ورده البنات، ما كيكشف اللون ديالو، ما كيضياق، ما كيبقى كيف ما شريتيه، صبا ورد والله يا البنات. الا خذوه على حسابي، فيه من الاكس حتى الاكس ال، يعني واخا الاكس ال راه ما شاء الله عاطيه العرض، فهمتوا؟ دايرين 3 أورو 99. كاين فيهم اختي هذا البيض هذا، وفيهم حتى النوار. كاين هذا الموديل هذا ما كناخذش انا، هذا الموديل هذا كيعجبني انا البنات، هذا الستيل هذا ديما اختي كناخذهم هنا من اكسيون. فالبنات بغيت نبارطاجي معكم، السيده هي كتاخذ فيهم وقالت لي والله الا شي حاجه زوينه سمحي لي اختي، قالت لي كنلبسهم لولادي، قالت لي تحت في البرد، قالت لي تحت وين نو ما نشدكش اختي لا، قالت لي قالت لي ها والله شو شحال خدات منهم شفتو، قالت لي كنلبسهم لوليداتي تحت الجينات، قالت لي تحت الحوايج فاش كتكون الثلج فاش كيكون البرد، قالت لي زوينين كيسخنوا. شو والله الا شوف ما شاء الله شحال واخده منهم، انا البنات عمري ما جربتهم، قالت لي شي حاجه زوينه. واش اختي كيجي الفوقاني والتحتاني وتا السروال هذا لونسومبل كله، شو البنات كيجي التريكو والسروال ديالو، كاين اختي فيهم الابيض وكاين البنات. شو السيده ما شاء الله شحال خدات ديال النوار، وكاين حتى في النوار، يعني كاينين الكبار وكاينين حتى الصغار، زويونين يا البنات. لا بغيتو تاخذهم الكبار، الصغار 3 أورو 69، والكبار البنات بحال 3 أورو، نو الكبار 3 أورو 99. كيجي لونسومبل بالبيض والكحل البنات، هادو كيتلبسو تحت الحوايج اختي في البرد، تسخني بهم عظيماتك. عجبوني يا البنات هاد الشيلان هادو، عرفتي شحال رطيبين، والله الاخوات فيهم واحد الكاليتي غزاله. خذوهم اختي لراسكم، خذوهم لميماتكم، والله البنات الا شي حاجه زوينه خذوهم لعديزاتكم. عرفتي 5 أورو 99، ولكن البنات عجبتني الكاليتي غزاله، خصوصا الميمات كيعجبهم هكا يديروا شي حاجه فوق كتافهم البنات، عرفتي راه كاينين هكا شيلان هكا ديريه يعني كاشكول، وتقدري هكا حتى الميمات كيديروه بحال هكا فوق كتيفاتهم كيسخنهم يا البنات، والكاليتي غزاله. عرفتي راه ما شاء الله مدخلين بزاف ديال الموديلات. شوف هذا القهيوي هذا كي تيجي اخوات هانتوما البنات، شوف هذا القهيوي هذا، عرفتي حمقاتني الكاليتي ديالهم غزاله غزاله. كاين هذا الموديل هذا اختي، وكاين هذا، كاين اللي كيجيو بحال شكل فولارات، وكاين اللي كيجيو هكا كشكولات. شوف البنات عرفتي كيجيو ورطيط بين سخيخين، وكيجيو في اللبسه زوينين البنات هكا معهم. شوفوا البنات شنو لقيت اليوم في اكسيون، لقيت اختي السريولات ديال زارا اليوم في اكسيون، هاد الموديلات كانوا جابوهم حتى في اليد العقلت اخواتي، وكنت قلت لكم راني خديت بحالهم من زارا، اليوم كنلقاهم في اكسيون، الثمن ديالهم 5 أورو 99. ها انتم يا البنات شوف الشكل ديالو كي تيجي زوينين. كاين هاد الموديل هذا، وكاين اختي فيه موديلات، وكاين هاد الستيل هذا، شوف البنات هادو كيجيو لاصقين كولونات لاصقين اخواتي. وكاين هذا الموديل هذا اللي بغيت نبارطاجيه معكم، هذا البنات اللي داير 22 اورو في زارا، والله يا البنات الا هذا الموديل داير 22 اورو في زارا، وهنا راه داير 5 أورو 99. واش هذا هو الثمن ديالو؟ ما عرفتش البنات واش هذا هو الثمن ديالو، حيت واقيلا داير غير شي ما كملاش 4 أورو.
ما عرفتش البنات. المهم جات تسولوا في العكاس هذا الموديل هذا، والله البنات اللي داير 22 يورو في زهره، وهنا اختي شوف شحال الثمن ديالو، راه فيه بزاف البنات ديال لي موتيف هادو كولونات. شوف البنات كاين فيه حتى هذا الموديل هذا، كيجيو اختي على هذا الشكل هذا، كيجيو لاصقين، فهمتوا البنات؟ انا ما عرفتش شكون اللي حالو ولا يحوليهم في الارض، كيجيو البنات. انا بغيت عين نوريه لكم شتو كي تيجي من الداخل، نوريه لكم يد وحده اختي كاع ما كتصفق، تيجي على هذا الشكل هذا. هذا اختي كيجي تلبسيه مع مونطو ولي بوت، ولا اختي هكا كيف كنقول لكم ديما بالنسبه للاخوات، راه كتلبسيه اختي تحت كسوات، تلبسيه تحت عبايه، تحت جلابه، كيسخنوا في هذا البرد هذا. وكاين هذا الموديل بغيت نوريكم، كاين حتى واحد الموتيف اخر. شو البنات كاين هذا، شوفوا يا البنات شنو لقيت. ها انت يا اختي السريولات ديال بريمارك، والله يا البنات الا موديلات ديال بريمارك. عرفتوا شو البنات هذا الموديل هذا اللي كيجي اختي هكا كيجي فيه الفورير، ها انتم يا البنات اول مره كنلقاهم في اكسيو. والله يا البنات اليوم لقيت السلعه، لقيت السلعه يا البنات ديال زهره، ولقيت السلعه ديال بريمارك. والله البنات الا هاد السريولات الا عقلتو كنبارطاجيهم معكم، فيهم الفورير هكا من التحت. شو البنات في بريمارك دايرين 8 اورو، والبنات هنا راه المهم حاطينهم كاملين، درنا لهم 5.99 اورو تقريبا، هادو اللي 5.99 اورو هادو البنات ما عرفتش الثمن ديالهم. والله الا شي حاجه زوينه، خصوصا هذا البنات عندي منه جوج، والله البنات الا عندي جوج هذا راه غير تنينو من هنا البنات باش نوريه لكم. شفتو ها هو انا قديتو، راه بحال الشكل ديال بريمارك، راه كيجي على هاد الشكل هذا، راه من الداخل ديالو البنات اللي كيجي هكا سخيخن. تي نوريكم شو البنات الداخل ديالو اللي كيجي هكا سخيخن، تيجي هكا فورير من يعني فيه هكا هاد الشعر هذا سخيخن زوينين. اول مره كنلقاهم في اكسيو، وراه ثمنهم رخيص. بريمارك راه دايرين 8.99 اورو، وفي اكسيو اختي دايرين 5.99 اورو. الرخا والرباخ عندي انا البنات في الكري، وعندي حتى في النوار، والله يا البنات الا سخيخنين في البرد. انت هاد السريولات هادو البنات اللي خديتو العام اللي فات، والله يا البنات الا صبر ورد فيها اختي لاكين هذا كيجمع ليك الكريشه. ها انتم يا البنات بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو تجينا طالعين، يعني اختي كيجيك طالع حتى الفوق، ها انتم البنات وكيجد لك اختي حتى الكريشه، وثمنه ما غاليش اختي 7.99 اورو. كاين فيه اختي الزرق وفيه حتى النوار. حاطين البنات شوفوا لي الكاليتي ديال هاد البيجامات البنات اللي حاطين هنا في اكسيون، عرفتي واحد الكاليتي غزاله، بيجامه ديال البنيتات وديال الوليدات، عجبتني البنات الكاليتي ديالهم. الثمن ديالهم اختي بيجامه هي 7.49 اورو. شوفوا لي هادو ديال الوليدات، شوفوا يا البنات الكاليتي ديال البيجامه كي دايره، واعره واعره يا الاخوات، والله تصدمت في الكاليتي ديالهم فنين. هكا بيجامات ديال الوليدات اختي اللي باغا بيجامه هكا في هاد البرد هذا ديال الوليدات شي حاجه غزاله يا البنات، وراه الثمن ديالهم مناسب 7.49 اورو البيجامه، والله اختي الا شي حاجه غزاله. شوف كاين حتى هاد الموديل هذا لقيتهم البنات محلولين، راه ماشي انا اللي حليتهم، انتم كتشوفوا بعينيكم، ما كنبغيش البنات نخسر ليهم. شوف البنات الموديل، كاين هذا الموديل هذا ديال ميمي لقيته محلول، ها هو الفوقاني ديالو، ما عرفتش شكون اللي جبدهم الاخوات. شوف بغيتكم غير تشوفوا الكاليتي كي دايره فنه يا البنات، البيجامه غزاله وفيهم لي طاي، و7 اورو 49 يعني ثمن مناسب اللي خاصها اختي شي مصلوح. انا اختي جبتو لك من اكسيو وبثمن مناسب البنات، حاطين هاد الموديلات هادو، كيجي اختي على هاد الشكل هذا، من هنا كتخوي الماء، فهمتوا البنات؟ هادي كتجي هادي وتنقصي على حساب الفابور. شوف البنات ها انتم كديروا الفابور من هنا، زوينين البنات عرفتي، راه دايرين لهم غير نافوغو 79، فيهم 2000 فولت البنات عرفتي، راه مجهد والله حتى مجهد، وبهذا الثمن هذا راه رخيص. وكاين هذا الموديل هذا البنات اللي لقيت غير هذا بوحدو اللي غنصور لكم، اخر مره بغيت نصور لكم والله البنات ما لقيته، كيطير اللي زوين في هذا اختي بورطاتيل. هذا اختي كاينه فيه هذه اللعيبه، كتحطيه هنايا كتحطيه كيتشارجا، وكتسدي هاد اللعيبه باش كتقفل يعني ما كيبقاش يطيح، وكتحلي هاد اللعيبه باش كتقدري تهزيه، فهمتوا البنات؟ كيتشارجا، وفاش كيتشارجا اختي كتديه تحددي الحوايج فين ما كانوا، يعني واخا يكونوا حتى في العلاقه هكا تحدي، يعني حيت قلت لك اختي كتهزيه وكتمشي فين ما بغيتي، الله يجعلك ما تمشي حتى للشومبره الاخرى تحدي، لانه هو راه سخون صافي، فهمتوا البنات؟ مشرجي وفيه 2600 فولت البنات، و24 اورو فاصله 95، والله يا البنات الا الثمن مناسب، والشكل ديالو راه كيجي غزال اخواتي. لقيتهم جابوا البنات هاد البلاطويات هادو ديال الفران، اول مره كنلقاهم هنا في اكسيون. شوف البنات الستيل ديالهم كي تيجي كيجي غزال، كاين اختي هاد المويان هذا، وكاين هاد الكبير، شفتوا هادو البنات كتدخليهم للفران. الكبير اختي 4.35 اورو، الموين 3.99 اورو، وكاين البنات حتى الضاير
3 أورو 99 49 باغدون. شو البنات اول مره كنلقى فيهم الموديلات، وكاين هذا الصغير هذا انا البنات كنديرها بزاف د المرات بحال هكا كنبغي ندير شي لازان ولا المهم شي حاجه كندير كل واحد والبلاطو ديالو، فهمتوا الاخوات؟ بحال وليداتي كل كندير ليه واحد، انا وراجلي كل كندير ليه واحد، شو كيجيو زوينين الثمن ديالهم اختي هاد الصغيورين غير 2 أورو 99. كاين البنات حتى هذا الموديل هذا، واش هو هذا اللي هذا نافوغو، نافوغو 95 البنات، شفتوا راه فيه ما شاء الله بزاف ديال الموديلات اللي اول مره كنلقاهم. ولقيتهم يا اختي بحال راه جايبين السلعه ما شاء الله اختي، كيحطوا لك في هاد المقيلات ديال بغرير، المقله اختي ديال المغرب بغرير، المقله اختي ديال الكريب، شي حاجه زوينه لا مارك ديال طيفال فنه، وكتجي هكا بلا زوينه اختي هكا الكريب والبغرير. والله البنات الا شي حاجه فنه ما عرفتش الثمن ديالها البنات، حيت مازال ما عرفتش واش لا هادي ماشي طيفال، باقي ما علقوهمش اخواتي. زوينين هادو الا بغيتوهم راه تلقاوهم في اكسيون. وحط البنات هاد المجوره هادو راه ديما كاينين في اكسيون، اللي خاصو اختي هادو يعني كيليقوا لاي حاجه تقدري ديريها فيهم، كيجمعوا لك كلشي البنات، شي حاجه زوينه فيهم اختي 3 ديال المجوره وفيهم حتى الرويد لداخل، شتي الا بغيتي هكا ديري لهم الرويد ما بغيتيش كتخليهم هكا، زوينين اللي الثمن ديالهم 17 أورو 95. وكاين اختي هاد الصغار هادو اللي كيجيو فيهم هكا 3 ديال المجوره، فهمتوا البنات؟ اللي يقول بزاف د الحوايج هكا دغونجمو الثمن ديالهم اختي 7 أورو 95.